نروح معاكم للولايات المتحدة الأمريكية، وبنتابع طبعا بقالنا فترة أخبار مختلفة ومتنوعة حوالين كلا المرشحين، يمكن الأبرز أو اللي برزوا على المشهد في الفترة الماضية حتى الآن، اللي هو دونالد ترامب وأيضا الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. في استطلاعات رأي كتير بتخرج الأيام دي، وفي برضو إجراءات قضائية مختلفة وملاحقات قضائية. ونتوقف يمكن المرة دي عند استطلاع رأي أجرته شبكة NBC نيوز. قالت الشبكة أنه نسب التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن انخفضت بنسبة 40%، وهي أقل نسبة ليه خلال فترة رئاسته، مقارنة ب 46% للرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما في ديسمبر 2011 قبل سنة واحدة من إعادة انتخابه، و 44% للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في شهر ديسمبر 2019. نتائج الاستطلاعات اتفقت مع استطلاعات رأي تانية أظهرت أن معدل تأييد بايدن بيتراوح ما بين 30% ل 40%، وهي نسب مش كبيرة، وكمان بيلعب فيها جزء كبير طبعا خاص بالحرب على غزة، ونسب كبيرة طبعا من الأمريكيين خاصة الشباب طبعا لا يؤيدون سياسة بايدن تجاه ما يدور في قطاع غزة. فعايزين نتوقف عند هذه النسب وماذا لا تعني استطلاعات الرأي في سباق عليه كتير من علامات الاستفهام، خاصة بعد صدور من كم يوم كانت محكمة كولورادو طلعت أيضا قرار وإدانة لدونالد ترامب قد تمنعه من المشاركة في الانتخابات القادمة. فخلونا نفهم أكتر من الدكتور مايكل مورجن الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا فندم، منورنا دكتور مايكل. دكتور مايكل مساء الخير. دكتور مايكل مورجن، طيب هنحاول اتصال بيه مرة تانية، لكن الحديث الآن حوالين ضعف موقف بايدن وتراجع نسب تأييده بين الأمريكيين، ولحرب غزة دور كبير في ذلك. والأمريكيين الحقيقة يمكن المرة دي في خيارات صعبة، لأنه كلا طبعا في حالة استقطاب شديدة بيعيشها الأمريكان منذ الانتخابات الماضية. كلا المرشحين المتوقعين حتى الآن اللي هم بايدن ودونالد ترامب بيواجهوا مشكلات كبيرة على أصعدة مختلفة، منهم ملاحقات قضائية في قضية بايدن، عندنا قضية ابنه، ومن حين لآخر بيتم أيضا طرح فكرة الاستفتاء على شرعيته في مجلس النواب أو صاحب الثقة أيضا من حين لآخر، أو كل شوية الحقيقة مش من حين لآخر، فايلات جديدة بتخش أيضا واتهامات جديدة لدونالد ترامب. فكلا المرشحين الحقيقة عندهم مشكلات كبيرة وسط حالة استقطاب كبيرة بيعيشها أيضا المجتمع الأمريكي. خلونا نرحب بالدكتور مايكل مورجن الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا وسهلا بحضرتك والمشاهدين. يعني كنا بنقرأ استطلاع رأي أجريته شبكة NBC بتشير إلى تراجع نسب التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن ووصولها لأدنى مستوياتها تقريبا 40%، ومعظم استطلاعات الرأي ما بين 30% و 40%. يعني بنتساءل عن المشهد، وخاصة أنه كلا المرشحين بيعاني من مشكلات هذه الأيام، بعدها ملاحقات برلمانية بعدها ملاحقات قضائية. رؤية حضرتك إيه حتى هذه اللحظة فيما يمكن أن تشكله طبيعة المنافسة القادمة؟ صحيح، وطبعا يمكن استطلاع الرأي الأخير دوت بيقول أنه جو بايدن هو أكبر أو أقل رئيس خد نسبة approval rate أو نسبة قبول من الشعب الأمريكي في السنة اللي هي قبل إعادة الانتخاب. يعني السنوات اللي فاتت كان أقل واحد من بعده كان دونالد ترامب كان 45%، جو بايدن النهاردة 39%، السنة الفترة اللي قبلها كان باراك أوباما 43%، ولكن مثلا ده بيل كلينتون 51%، جورج دبليو بوش 51%، فهو اقل رئيس في السبعه والعشر اللي فاتوا
خد نسبة قبول في السنة اللي قبل إعادة الانتخاب، وده طبعا مش جاي من فراغ، ده طبعا ناتج لعدة أسباب، أهمها طبعا تراجع الاقتصاد بشكل كبير، وخاصة بعد ضخ أموال كثيرة جدا في الحروب زي حرب أوكرانيا وروسيا السنتين اللي فاتوا، والسنة دي طبعا دعم إسرائيل الغير مشروط بالمليارات، دعم دولة الاحتلال الغير مشروط بالمليارات، مما أدى إلى الانعكاس بشكل مباشر على المواطن الأمريكي. أنا دايما بقول عشان يعني مشاهدين حضرتك يبقوا عارفين، وأنا متأكد إن هم يعلموا هذا جيدا، إن المواطن الأمريكي لا يهتم بشكل كبير بالسياسات الخارجية الأمريكية، مفهوم الحدود الأمريكية، إلا لو أثرت عليه اقتصاديا، يعني يعني طول ما الدنيا شغالة، طول ما هو بيقدر يدفع الأقساط البيت بتاعه وأقساط العربية وتليفونه وبياكل وبيشرب وبيخرج ما عندوش مشكلة، لكن لما دوت يتأثر بشكل مباشر زي أوقات الحروب زي ما حصل في وقت حرب العراق، حرب أفغانستان، الحرب الروسية الأوكرانية، هنا بقى تبتدي التساؤلات يعني تترفع وتزيد، ويقولوا احنا ليه بنتدخل في حاجات ما تخصناش، يعني بالنسبة مثلا الحرب الروسية الأوكرانية العديد من الأمريكيين في الأول يمكن كان متعاطف مع الشعب الأوكراني بشكل كبير، وقالوا إن إحنا لازم نقف جنب الديمقراطية ونحاول ندعم أوكرانيا ضد التوغل الروسي، مع إنه طبعًا القصة كانت مغلوطة مما يعني مما تم إعلانه للمواطن الأمريكي في التلفزيون، إنه إن روسيا هي المعتدية، لكن يعني ما تناقش كتير في قصة حتة الناتو وإن ليه روسيا ابتدت تتدخل بهذا الشكل لوجود خطر على حدودها. متهيألي حتى التراجع في الاهتمام بحرب روسيا واوكرانيا حتى يعني على الصعيد السياسي والشعب كمان في امريكا متراجع اعتقد طبعا في ظل حرب غزه. انا قبل حرب غزه كمان يعني انا ابتديت اشك في نفسي ان انا مش متابع كويس، كان ما بقيتش اسمع اي حاجه عن حرب روسيا الاوكرانيه لدرجه ان حسيت ان انتهت ومحدش واخد باله، يعني حسيت ان هم يعني على منع من الحرج انه مين اللي فاز ومين اللي خسر، فقرروا مع بعض كده ايه يهدوا الموقف بعد ما كانت جميع البلاتفورمز او المنصات الاعلاميه في الولايات المتحده الامريكيه ما بتتكلمش غير عن الحرب الروسيه الاوكرانيه لمده سنتين. ف يعني انا لحد دلوقتي انا بسمع ان في اخبار جديده عن الحرب، بقول الحرب دي لسه شغاله يعني، فهي دي الفكره. فطبعا المواطن الامريكي دلوقتي بيبتدى يعاني بشكل كبير، وطبعا يعني مقارنه بالوضع اللي كان عليه المواطن الامريكي قبل كده ما نقدرش نقول معاناه اللي هي لدرجه ان هو مش لاقي ياكل، لا هو مش كده يعني. هو مثلا وهو كمان بدا يحصل تثبيت لاسعار الفايده بتهيالي شويه، فالدنيا اقتصاديا بتتحلحل يعني. بالظبط بالظبط يعني اقتصاديا يمكن المؤسسات الامريكيه هنا وضعت خطه من سنتين وابتدت فعلا تبدي ثمارها، انه دلوقتي الدنيا ابتدت يعني التضخم ابتدى يقل، البطاله ابتدت. وحرب غزه ممكن تكون عامل مؤثر لكنه مش عامل مؤثر بشكل كبير، يعني لانه كان في استطلاعات بالراي يعني انه 60% مؤخرا على سي ان ان من الشباب بيرفض سياسه بايدن تجاه غزه، لكنها لن تكون عامل حاسم يعني او مؤثر بشكل كبير في طبيعه المواجهه او الصراع يعني. حماس دايما كانت مدرجه كجماعه ارهابيه في الولايات المتحده الامريكيه، ففيما يعني اللي بيغذي الشعب الامريكي ان ديت اللي عملته حماس هي حركه ارهابيه، ولكن ما بيقولولهمش هو ليه حماس عملت كده، نظرا لان مثلا فشل كل طرق اللي قبل كده في محاوله استرداد الارض ومحاوله حل القضيه الفلسطينيه ومحاوله الوصول لحل الدولتين، دوت ما بيتمش تطعيمه للمشاهد الامريكي او المتابع المواطن الامريكي، هو بيقولوا له بس ان هي حركه ارهابيه وان لازم ندعم اسرائيل. مفهوم، رغم انه في حاله وعي بدات تنمو في الشارع الامريكي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكاتب والمحلل السياسي مايكل بورجن كنت معنا من الولايات المتحده الامريكيه.